قام عضو المجلس السياسي لعلاء الشيخ سلطان السامعي بزيارة لجرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج في مستشفيات محافظة الحديدة. وخلال الزيارة هنأ عضو المجلس السياسي لعلاء رجال الجيش واللجان الشعبية مشيدا بتضحياتهم في مواجهة العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته على مختلف الجبهات. رافقه في الزيارة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير الثروة السمكية محمد الزبيدي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي الموشكي، ومحافظ الحديدة حسن الهيج. نحن في المنطقة الغربية بالذات في الحديدة، زرنا المستشفى العسكري اليوم في الحديدة، زرنا أطفالنا الجرحى الذين أصيبوا في جبهات القتال على مستوى الساحل من ميدي وحتى باب المندب. طبعا معنوياتهم مرتفعة، وقد قالوا لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى عندما نشفى سنعود إلى جبهات. زيارتنا اليوم إلى المستشفى العسكري للحديدة لزيارة الجرحى الأبطال هو في إطار برنامج زيارة المجلس السياسي وأعضاء الحكومة إلى الجبهات للمعايدة ومشاركة أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من الجبائل في الجبهات القتال.